الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا محمدًا رسول رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اما بعد مرحبا بكم في موقع شروق الاسلام حديثي معكم اليوم تحت عنوان يا رسول الله فداك ابي وامي منذ ايام خرج علينا على بعض الشاشات من يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يدمي العين والذي يدمع العين ويدمي القلب أن هذا الغمر من بني جلدتنا في البداية أقول يا رسول الله نشهد نشهد الله عز وجل أننا نحبك وأن حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن أموالنا ومن اولادنا ومن الناس اجمعين ومن الماء البارد على الظما فنقول كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا نزلت دموع المحبين على الخدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت على الخدود تسيل هذا الذي ظللته الغمامه اذا مشى واذا قال قالت حيث يقيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل احبتي في الله أنا لا أتكلم عن دفاع الله عن رسوله، ولا أتكلم عن دفاع الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أتكلم عن دفاع الصغار من أبناء صحابة رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: كنت اقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي، وإذ بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فغمزني احدهما وقال لي يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت له نعم وما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ قال: سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا يقول عبد الرحمن بن عوف: فعجبت ثم قال لي الاخر مثل ما قال الاول فما نشبت ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس فقلت لهما الا ان هذا صاحبكما الذي تسالان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما فقتلاه ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال صلى الله عليه وسلم من قتله فقال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر الى السيفين صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما قتله و سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء هؤلاء من ابناء الصحابه تربوا على محبه رسول الله غرس الصحابه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطفالهم فهم صغار في البنيه كبار في الهمه نعم احبتي في الله فكانوا يعلمون لابنائهم السير ويحفظونها لابنائهم كما يحفظونهم السور من القران فما اجدر بنا ان نفعل ونحذو حذوهم احبتي في الله وايضا اقول لكم ان الحيوانات قد انتقمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاسد كما ذكر الحاكم في مستدركه بسند صحيح ووافقه الذهبي رحمه الله قال: كان لهب ابن ابي لهب يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبك فنزل وسافر في قافله الى الشام يوما من الايام ونزل منزلا فقال لمن معه اخاف دعوه محمد ان تصيبني قالوا كلا فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه فجاء الاسد فانتزعه من بينهم ثم ذهب به الله اكبر لان هذا تطاول وتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث الله الاسد فاخذه وانتزعه من بينهم الله اكبر بل ان هذا الكلب انتقم وغضب لشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الدرر الكامنه كان النصارى يبثون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم بتمهيد وتسييل من الطاغيه هولاكو بسبب زوجته الصليبيه فذات يوم ذهب وفد من كبار النصارى الى حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصير احد امراء المغول وقام نصراني نصراني واخذ يتكلم ويشتم في رسول الله وكان هناك كلب كلب صيد مربوط بجوارهم فلما سمع الكلب شتم رسول الله انقض على هذا النصراني الذي يشتم وخمشه بشده فعالجوه وخلصوه بعد جهد ثم قال له أحد الحاضرين إنما هجم عليك الكلب بسبب أنك تسب في رسول الله فقال النصراني لا هذا الكلب عزيز النفس فلما رآني أشير بيدي ظن أني سأضربه ظن أني سوف أضرب أضربه فما كان منه إلا أن غضب و قام وعاود هذا النصراني في السب والشتم لرسول الله وأقذع في الشتم فما كان من الكلب إلا أن قطع رباطه وانقض على حلق وعلى زور هذا النصراني فاقتلعه فمات في الحال فأسلم نحو أربعين ألفا من المغول الله أكبر الله أكبر بسبب هذا الذي تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احبتي في الله بل ان الجمادات قد تنتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصرانيا اسلم وقرا البقره وال عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فرجع الى نصرانيته فمات. فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه بصاحبنا هرب منهم فنبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا وأصبح وقد لفظته الأرض للمرة الثانية فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه بصاحبنا هرب منهم فنبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا قدر المستطاع فأصبحوا وقد لفظته الأرض للمرة الثالثة لأنه يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموا أن هذا ليس من فعل الإنسان فألقوه تركوه نعم أحبتي في الله هكذا الجمادات تغضب وتنتقم لمن شتم ولمن ولم تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً احبتي في الله العلامه المحدث احمد شاكر يذكر لنا موقف عن ابيه الشيخ محمد شاكر وكان والده وكيلا للازهر يحكي عن بعض الخطباء خطباء مصر اراد ان يمدح احد الامراء الذي كرم واكرم طه حسين وطه حسين اعمى كما تعلمون فقال هذا الخطيب وكان خطيبا مسقعا كما يقولون ومفوها ومقتدرا فقال هذا الخطيب يمدح هذا الذي كرم طه حسين لما جاءه الاعمى فما عبس في وجهه ولا تولى تعريضا برسول الله والايات التي تقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى فبعد ان انقضت الصلاه قام الشيخ محمد شاكر وكان رجلا فقيها ولا يطلق الاحكام جزافا انما عن علم فقال وطلب من المصلين ان يعيدوا صلاتهم لانها باطله لان خطيبهم قد كفر بهذه الكلمات يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله قال اقسم بالله رايت هذا الذي تطاول على منبر رسول الله رايته بعيني راسي انظر الى عاقبه من تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احمد شاكر المحدث رايته بعيني راسي يقف يعمل خادما عند ابواب مساجد القاهره احد مساجد القاهره ياخذ نعال الناس ليحفظها في ذله ومهانه وصغار الله الله لانه تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم احبتي في الله فلنحذر ولنعلم اننا لا ينبغي لنا ان نتطاول على رسولنا صلى الله عليه وسلم وان نقف موقفا جازما وحازما من الذين يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامام محمد عبده يجتمع مع حاخام النصارى وبطريرك مع حاخام اليهود وبطريرك النصارى في قصر عبدين فقال لهم الخداوي اسماعيل كلكم انتم تمثلون الاديان الثلاثه وكلكم يزعم أنه سيدخل الجنة كل واحد منكم يثبت لي ذلك فقال الحاخام تكلم يا بطرارك النصارى فقال البطرارك تكلم يا إمام المسلمين فقال الخداوي تكلم يا إمام فقال الإمام محمد عبده إن الدين عند الله الإسلام إن كانت النصارى ستدخل الجنة فإنا داخلوها لأننا أمنا بعيسى عليه السلام وان كانت اليهود ستدخل الجنه فانا داخلوها لاننا امنا بموسى عليه السلام وان كنا داخلوها فهؤلاء واولئك اي اليهود والنصارى لم ولن يدخلوها لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يا اخوتي يا احبتي هذا الرجل من اكبر ملوك اوروبا في وقته وهو هرقل عندما ذهب اليه وفد من قريش وفيهم ابو سفيان وطالب هرقل ان يصفوا له وان يجيبوا عن اسئلته بخصوص رسول الله فلما تكونت عنده معلومات عن رسول الله على حسب هذه الاسئله ماذا قال لهم قال والله لو اني قال لو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه اي لتمنيت لقاءه ولغسلت قدميه هذا يقول ذلك فما بال من يخرج إلينا من بني جلدتنا ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن بها يوسف والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما كفى والله لو ماء البحر بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه فخرا أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف لكن نور محمد لن يخسف أسأل الله عز وجل الذي فرق بيننا وبينه في الدنيا أن يجمع بيننا وبين رسولنا وبين حبيبنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وأهله صلاة وسلاما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادات ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته